عمر ناشطة مقدسية وإحدى المرابطات في المسجد الأقصى. فيما يتعلق بالدعوات التي يعني تبث اليوم من أجل ترويج السياحة العربية لمدينة القدس والمسجد الأقصى، أقول كمرابطة مقدسية لأولئك الذين يدعون إلى السياحة، نقول كيف لأولئك السياح الذين سيأتون من كل أرجاء الأرض كما تقولون لدعم وتعزيز صمود المقدسيين، ونحن نقول أننا نعيش في مدينة القدس، لم نرى أحدا من أولئك الذين يأتون من خلف الكواليس ويأتون تحت مظلة الاحتلال ومظلة التطبيع، أين نحن كمقدسيين من تلك المعونات ومن تلك المساعدات ومن ذلك الدعم؟ فنحن نهدد في بيوتنا ونهدد في أبنائنا ونهدد في إبعاداتنا عن الأقصى وعن مدينة القدس، نهدد في كل شيء وينكل بأهل القدس، ولم نجد من يقف في جانبنا ويساندنا من أولئك الذين يأتون لتعزيز السياحة. نقول أن السياحة إذا كانت بهذا المنظور فإنما هي دعم وتعزيز للسياحة الإسرائيلية لا غير، إنما أنا كمواطن مقدسي لم أرى يوما سائحا عربيا جاء بيتي يطرق بيتي ليرى كيف أعيش وكيف كيف يعني تسير أمور حياتي، لم أرى سائحا عربيا يطرق بابي لكي ينقذ أو يعيد بناء البيوت التي هدمت في مدينة القدس أو يقف في جانبي عندما هدد بيتي للهدم، أيضا لم أرى منهم من يأتي لرمم بيوت البلد القديمة التي تتساقط على رؤوس ساكنيها. إذا نحن نقول تلك السياحة ما هي إلا من تحت ذريعة التطبيع وتحت من أجل دعم وتعزيز السياحة الإسرائيلية لا غير. أما أنا كمرابطة مقدسية أتواجد يوميا في ساحات المسجد الأقصى، لم أجد من أولئك العرب الذين يقولون أنهم سيأتون إلى السياحة لمدينة القدس، لم أرى منهم أحدا يجلس بجانب ليرابط داخل ساحات المسجد الأقصى ليرى ما يدور في ساحات المسجد الأقصى يوميا، لنرى ما يجري في ساحاته من انتهاكات وتدنيس يومي. لم نجد منهم من يقف لينظر ماذا يجري للمرابطات التي يعتقلنا ويبعدنا عن المسجد الأقصى، ونحن نشاهد الآن ونسمع التكبيرات الآن بسبب اعتقالات النساء وإبعادهن عن المسجد الأقصى، حيث النساء المبعدات اللواتي تجلسن على الأبواب. أين العرب من أولئك؟ أين المسؤولين الذين يدعون إلى تلك السياحة من فتح الأبواب والطرقات أمام أهالينا، أمام أهلنا في منطقة الخليل وفي نابلس وفي جنين؟ ولماذا لا يسمح لأهل الضفة بالدخول إلى مدينة القدس؟ لماذا لا يسمح لهم إلا في رمضان؟ فنحن نقول إذا كانت هناك سياحة عربية فالأولى من أهل فلسطين في الجنوب، في جنوب فلسطين وفي شمال فلسطين وفي أرجاء فلسطين، أن يسمح لهم بالدخول إلى مدينة القدس بكل حرية دون حواجز ودون أي قيود ودون أي شروط. أحكم بالله غسان رفقي يونس من عارة، من المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. أنا ضد فكرة هذه السياحة التي تأتي إلى المسجد الأقصى المبارك إلا كسياحة حينما يكون المسجد الأقصى بيد المسلمين. نحن نرحب بكل من يريد زيارة المسجد الأقصى المبارك، ولكن أن يكون الأمر بيدنا نحن وليس بيد غيرنا. وكما تعلمون أنه لا يدخل المسجد الأقصى المبارك إلا عن طريق هذه الشرطة الظالمة والاحتلال الظالم، وإن شاء الله قريبا تكون أبواب المسجد الأقصى المبارك مفتحة لجميع العالم في أينما كانوا من المسلمين وغير المسلمين، وتكون الأبواب بحراسة وأيدي المسلمين إن شاء الله. الناس
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للترويج للدعوات للسياحة وإنعاش الاقتصاد في داخل المسجد الأقصى خاصة ومدينة القدس عموما، نحن نرفض هذه الدعوات وهذه الترويجات لأنها تدعو إلى التطبيع، وأن اليهود لا يسمحون بالدخول إلا لمن يرضون عنه، ولإعطاء الشرعية لهذا الكيان الغاصب ولزيادة أو تقوية سيطرته على المسجد الأقصى ومدينة القدس عموما. نحن لا نريد من الزوار العرب أو من يأتي إلى مدينة القدس، لا نريدهم إلا أن يأتوا فاتحين محررين، وكما قال شيخنا رائد صلاح: من يأتي محررا أهلا به، ومن يأتي مطبعا أو يأتي تحت مظلة إنعاش الاقتصاد أو السياحة تركله الجموع المقدسية. الصداوي مرابطة في مدينة القدس. بالنسبة للاحتلال اللي بروج الناس انهم يجوا للمسجد الأقصى بالنسبة انهم يجوا سياحة، انا بقول للمسلمين اللي خارج فلسطين: نريدكم فاتحين، لا نريدكم سائحين، نريدكم محررين، لا نريدكم مطأطئين رؤوسكم داخلين وموقعين من شرطة الاحتلال أن تدخلوا. هذه الأرض لا تستحق زائر لن يدافع عنا، ولا تستحق إنسان أن يدوس ترابها دون أن يدافع عنها. أقول لكم بالله عليكم: الأقصى أمانة في أعناقكم، نريدكم فاتحين. هذه الأرض لا تستحق الإنسان الذي لم يدافع عنها. هذه الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين. أتذكرون صلاح الدين لما حرر الأقصى؟ الجيش الذي حرر الأقصى كان حافظ للقرآن. ما أخذ الاستشارة من الصليبيين، وما أخذ التوقيع من الصليبيين لما دخل وحرر الأقصى. لم يأتي سائحا ولم يأتي مطأطئا رأسه، دخل الأقصى بالتحرير، دخل الأقصى بالنص، دخل الأقصى وهو مدافع. لا نريدكم سائحين، بالله عليكم الأقصى أمانة في أعناقكم، نريدكم فاتحين، نريدكم محررين. فأنا أقول بالنسبة للزيارات هذه مرفوضة بتاتا، لأنه يجب أن يجدوا حلا للمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الآن هو حقيقة أسير، ويجب أن يحرر، ويجب أن تتحرك الزعامات العربية. لذا فبالنسبة للزيارات هذه السياحية لها مرفوضة. نحن لا نريد سياحة ولا نريد زعامات أن تكون واقفة ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل الانتهاكات ضد المسجد الأقصى، لأنه المسجد الأقصى هو عنوان الأمة الإسلامية والعربية، ولا وجود لنا أصلا بدون المسجد الأقصى. نحن الآن نتكلم من المسجد الأقصى المبارك، وهنالك مواضيع كثيرة وجمة يجب على المرء أن يدركها ويتفهمها، منها السماح للمسلمين من القارات الخمس ومن العالم الإسلامي لزيارة المسجد الأقصى. هذا الموضوع ليس شائكا ولكنه واضحا عبر التاريخ. عندما تعرض المسجد الأقصى لحملات من الأعداء وقد احتل عدة مرات، ومنها الفترة الصليبية، كان هنالك تحضير من عماد الدين زنكي لتحرير المسجد الأقصى، وكان في زمنه أعداد كبيرة من المسلمين تريد زيارة الأقصى، ولكن الزنكيون منعوا المسلمين في ذلك الزمان من زيارة الأقصى، وكذلك فعل الأيوبيين في زمان صلاح الدين الأيوبي. اليوم تطالعنا الأخبار والإعلام
دعوة المسلمين من كافة العالم الإسلامي لزيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال. هذا يروق لبعضهم ولا يروق لنا نحن هنا في بيت المقدس، أهل بيت المقدس. نحن لا ننظر للوضع الاقتصادي وتشجيع الوضع الاقتصادي، ولكن ننظر للموضوع من جهة أخرى. عندما يأتي المسلمون تحت الراية الإسرائيلية ويدخلون من باب المغاربة، هذا يؤكد ويدعم الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وهذا مما يعكس الخمول لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي والاستسلام للوضع القائم، وهذا منافي لعاداتنا وتاريخنا الإسلامي الذي كان يحض على تحرير المسجد الأقصى قبل القيام بزيارته. هنالك شوائب في هذا الموضوع، وهذه الشوائب يجب أن تدور أن تزول. نحن نسمع من فترة وأخرى من قيام بعض الشخصيات العربية والإسلامية من دخول المسجد الأقصى من باب المغاربة الذي مفاتيحه بيد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤكد التطبيع ويدعم الاحتلال بكل جهاته وكل إمكانياته. ونحن نؤكد مرة أخرى أن هذا السماح يخرب على وضعية المسجد الأقصى ولا يشجع المسلمين على العمل على تحريره. إذا ما فكرنا مليا فإننا نجد أن من يدعم هذه الأفكار هي الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل، منها مصر وغير مصر، وهذا منافي لأوضاع أهل بيت المقدس. صحيح أن المسلمون إذا ما أبعدوا عن المسجد الأقصى سوف يخف الشوق، لكن الوضع الذي القائم الآن والإعلام الحديث يجعل المسلمين يطلعون يوما بيوم وساعة بساعة على أوضاع المسجد الأقصى. أوضاع المسجد الأقصى مزرية وأوضاع المسجد الأقصى بائسة، والمسلمون يجب أن يتكاتفوا في الخارج على العمل على تحريره. هنالك نرى المجهود الذي قام به المرحوم الملك فيصل ملك السعودية عندما قرر أن يصلي في المسجد الأقصى، وقرر أن يسمع الأمريكان أن الاحتلال زائل وأنه يرفض هذا الاحتلال. كذلك نحن نرفض هذا الاحتلال ونرفض أن يدخل المسلمين كزوار كغرباء إلى المسجد الأقصى تحت الراية الإسرائيلية، وهذا لا يدعم فكرة الأجيال ولا يشجع الأجيال القادمة من العمل على تحريره. بالنسبة للمسجد الأقصى يعني هو يعيش الآن في وضع صعب جدا. القطعان المستوطنين يأتون إليه من كل حدب وصوب، طبعا بتشجيع وبدعم من الشرطة الإسرائيلية وطبعا من الحكومة الإسرائيلية. وبالنسبة لموضوع زيارة العرب المسلمين للمسجد الأقصى، طبعا نحن لا نعترض على زيارتهم بشكل يعني كزيارة، وإنما نطلب منهم قبل أن يزوروا المسجد الأقصى أن يأتوا أن يبعثوا الجيوش وليحرروا المسجد الأقصى. نحن نريد منهم أن يأتوا كمحررين المسجد الأقصى وليس كزائرين كزوار مثل الألمان أو الأمريكان أو من أي بلد أوروبي يأتون. نريدهم أن يأتوا ويدافعوا عن الأقصى ويحرروا المسجد الأقصى ويحموا المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين. فزيارتهم في هذا الوقت، زيارة العرب المسلمين للمسجد الأقصى في الوقت هذا لا تكفي ولا تعني أي لنا نحن كمقدسيين وكفلسطينيين أي شيء، لأنهم لا يختلفون في زيارتهم عن ما
قطعان المستوطنين. قطعان المستوطنين يدخلون ويجولون في باحث المسجد الأقصى، والعرب والمسلمين يريدون أن يأتوا ليلتقطوا بعض الصور لهم في أمام المسجد الأقصى وأمام قبة الصخرة. نحن نريد أن يأتوا ليحرروا المسجد الأقصى وليحموه من قطاع المستوطنين، من قطاع المستوطنين. هذا ما نريده من زيارة العرب المسلمين للمسجد الأقصى، عليها علامة استفهام. يعني هي عملية دعم لوجود الاحتلال. شيء آخر، عندما العرب والمسلمون يأتوا إلى فلسطين وإلى القدس، كيف يأتوا؟ يأتوا بأمر من أو موافقة الإسرائيليين. لا يستطيع أي مسلم يأتي إلى القدس إلا بموافقة إسرائيل. فلا نريد أن يأتوا تحت نعال الإسرائيليين أو تحت حرام الإسرائيليين. نريد أن يأتوا رؤوسهم شامخة محررين للمسجد الأقصى. حسام مرابطة في المسجد الأقصى. بالنسبة لأخواننا العرب الذي حضروا إلينا وامتلأ المسجد، هذه نصرة، أهلا وسهلا فيهم. ولكن والله ما هي نصرة. لما يروا المستوطنين واليهود عادي عادي يمرقوا وكأنهم زيين، بس إيش يتصوروا ويرفعوا أصابع. أما إحنا نريدكم فاتحين لا زائرين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تأتونا فاتحين لا زائرين. ذلك يجب علينا أن لا ننسى وأن نشيد بموقف البابا شنودة، بابا الأقباط، الذي منع الطائفة القبطية والنصارى في مصر من زيارة المسجد الأقصى وزيارة القيامة وبيت المقدس وهو محتل. وهذا الموقف يدل على بعد نظر وذكاء حاد، وأثبتت للأيام أن وجهة نظر البابا شنودة كانت صائبة. أما في العهد الحديث فنحن في مناسبات والأعياد المسيحية نرى ابتداء من بعد وفاة البابا شنودة، نرى أعداد كبيرة من نصارى مصر تأتي إلى بيت المقدس للزيارة، ونحن ننظر إليهم ونتألم، نتألم أنهم لا يشعرون أن القدس تحت الاحتلال، وهذا ما يرنو إليه الاحتلال. كذلك يجب علينا أن لا ننسى الجهود الجبارة التي تبذلها طوائف مسيحية أخرى من منع زيارة أتباعهم إلى بيت المقدس وهو تحت الاحتلال. ونياكم فاتحين. سيدنا محمد على الرأس، سيدنا محمد على